وحمدان. التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا شوط ينتهي وشوط يبدا من جديد ليحمل قوه التنافس والاثاره في تحديات التمهيد الخامس في هذا اليوم على ارضيه هذا الميدان، ميدان سيف العرب احد الافرع والاذرع التابعه لميدان المرموم في مدينة دبي. نسير مع انطلاقة شوطنا الرابع عشر الذي يضم نخبة من فئة الجعدان، ونسير مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة إلى المركز الأول في هذه اللحظات. هناك على المقدمة أتابع جميل سالم بن سعيد بن كاسب المسافري في مقدمة الشوط والبداية، بينما النقلة إلى سامي على المركز الثاني في هذه اللحظات. يتقدم مشاهدين الأعزاء خلفان بن سلطان بن تريم الاكتبي، بينما نتابع الوصول على المركز الثالث هادم سيان لسعيد بن سالم بن نايع الغفلي، وهناك الله راغب القدوم في هذه اللحظة وراغب التحدي مشاهدينا الكرام من قبل الشهم ناصر بن مسبح بن علي بن حسن الشامسي، يتحرك في هذه اللحظة يتقدم في هذا التنافس القوي ما شاء الله وتبارك الله. الله 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 الله، نتابع عباب صالح بن حمد بن شليويح العامري يتقدم على المركز الخامس. هذه مراكزنا، هذه الأسامي التي تبحث عن الإنجاز، التي تبحث عن الفوز. عوده إلى سامي، إلى سامي، سامي 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 في مقدمة الشوط ينفرد نحو البداية. خلفان بن سلطان بن تريم الافتبي، بينما في ثاني المراكز عتيج بن مطر بن حسن القبيسي يقدم لنا نشوان، نشوان من ينتشي في المركز الثاني في هذه اللحظة. المركز الثالث عباب صالح بن حمد بن شليويح العامري الى المركز الثالث، بينما نراقب اللي على المركز الرابع وصل عقاب سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي. الله، والكيلو الاخير، الكيلو الاخير، وارى اسامي قويه قادمه، ارى شعارات تبحث عن الانجاز، تبحث عن الفوز ما شاء الله وتبارك الله. شعار راعي نجله، شعار راعي نجله، قادم بنوعيه، قادم بنوعيه، وصل وصل الشبابي. اوهو، سلالة الشبابي، سلالة اسد الميادين، يتقدم سعيد بن محمد بن ذويب العامري، يتقدم مع الشبابي، الشبابي واصلا او سهيل بن محمد بن ذويب العامري، لكن ياهي من معركه، ياهو من تحدي، ياهو من صراع. عباب، عباب، عباب اللي على المقدمه، عباب اللي على الصداره، صالح بن حمد بن شليويح العامري يتحرك الى ولوال، عبد الله بن ثابت بن غابش الزرعي، الزرعي مع ولوال، وصل بن كلوان، وصل بن كلوان، ياهي من معركه بين شعار الاولمبي وما بين عبد الله بن ثابت، ياهي من معركه، ياهو من تحدي، يا مع اللحظات الاخيره، مع اللحظات النهائيه في الصداره. عباب صالح بن حمد بن شليويح، لكن غير والوال، والوال عبد الله بن ثابت بن كلوان الزرعي. سلام لهالي جعلان، سلام الى سحر رمثة، سلام سلام وتحيه لهالي اللويه، يستاهلون هذا الفوز، يستاهلون هذا الانتصار. المركز الثاني وصل عباب صالح بن حمد بن شليويح العامري، وصل في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وصل متابعين الكرام يحمل رقم 32 اللي هو مسافر لعبد الله بن صغير الفزاري. هكذا والوال
يضيف الفوز. تهانينا لعبد الله بن ثابت بن غابش الزرعي. التوقيت الزمني 4:33. تهانينا كذلك لسعيد بن ثابت واخوانهم على هذا الفوز اللي قدمه والوال، وينحدر من سلالة والوال العاصفة وصاحب انجازات في السلطنة ليضيف انجازا ايضا شروى الانجازات السابقة. تهانينا والناموس للجميع.